السلام عليكم مرة ثانية. مين؟ طيب، نتابع حيث توقفنا. كنا عم نتحدث عن السايت، وذكر واحد من الأشياء اللي بدي أطلع عليها في موضوع السايت، موضوع التوبوغرافي أوف لاند. شو المقصود بالتوبوغرافي أوف لاند؟ هو التضاريس تاعت الأرض، أوكي، لأنه هاي بتأثر، أوكي، التوبوغرافي اللي تضاريس الأرض من حيث land preparation، تسوية تسهيل الأرض، landscaping برضو لها علاقة بتسوية الأرض وجعلها بمنظر مقبول. يعني أنا بعلق على بعض الأحيان، وإن كانت هاي أمور هامشية بس إلها أثر، اللي هي تلاقوا كثير مرات مصانع حاطين زريعة شجر وورد. أقول لكم بدناش مصانع، الجامعة عندنا هون، انسوا الأراضي الواسعة اللي بعيدة عن المباني، بس الأراضي اللي حول المباني الجامعية عندنا هون بتشوفوها شو عاملين فيها الجامعة؟ ورود، ولا بتحطوا راسكم في الارض وانتم جايين على القصة؟ المساحه، لا المساحه كلها مزروعه. مزروعه. طب هاي الزراعه بتجيب دخل للجامعه؟ لا، بس مشان الاير بولوشن. ممكن اي بولوشن بتجيب مصاري؟ لا الجواب لا، مش صحيح، مش دقيق، مش دقيق. لا، ليش مش دقيق؟ بتكلفهم فلوس، مش بس بتجيبش مصاري، بدفعوا عليها فلوس. فهاي الزريعة ورد وشجر غير مثمر، يعني كلها سرق وما سرق وورد جوري ومش عارف ايش، يعني فيوش فائدة من حيث الأكل، وبصرفوا عليها مي وعمال زراعة ليل نهار مسكين هالمي، بسقوا بجنبوا بزبطوا في الشجرية إلى آخره. طيب ليش عاملين هالحكي هذا؟ دخل إضافي ما فيش، والعكس مصروف إضافي. الشكل مهم، يعني شكل المكان مهم. شكل المكان مهم، هاي بدنا نقول. شكل المكان مهم، ليش مهم؟ لأنه بيأثر على مين؟ بيأثر على الناس. يعني تخيلوا مثلاً هالطلاب بيطلعوا من هالمبنى برا، وإذا فيه رمل بس، صحراء، لا في زي ما بيقولوا ايش بيحكوا، الماء والخضراء والوجه الحسن، اوكي، لا ماء ولا خضراء، وجه حسن يعني الله اعلم. بس النقطه انه البني ادم كبني ادم بيحب يشوف خضار جنبه، وبرتاح نفسيا بني ادمين لما بيطلع يشم الهواء، بروح على حديقه، على غابه، بيطلعش على الصحراء. يعني اللي بيطلعوا الصحراء استثناء، موجودين يعني، بس هذول استثناء لا يقاس عليهم. طب هذا بالنسبة للجامعة عاملين هذا الحكي، في طلاب وعدد البشر كبير، بيجي زوار للجامعة بيهمهم منظر الجامعة عشان يجيبوا طلاب. ترى فيها دخل، هذا فيها دخل بس غير مباشر، انك انت لما يكون منظر الجامعة جميل إضافة إلى سمعة الجامعة الجيدة بتصير تستقطب طلاب أكثر، وبالذات اللي بيدفعوا فلوس تعون الموازي وما موازي ومشاكل ذلك. وإن كان يعني الغالبية العظمى من الناس بتطلع على الشهادة وليس على منظر الجامعة وعلى سمعة الجامعة طبعا العلمية، بس براعوا النواحي الجمالية في المكان. طيب فهمنا، لأنه عندنا البشر هو مادة الشغل تاعت الجامعة، بيشتغل في البني آدمين. طيب المصنع، والمصنع بيشتغل في البني آدمين، مصنع بصنع مواد جمادات، ليش بحطوا خضار؟ عنده ترى بيصرفوا فلوس عليه، والمصانع هي قائمة على أساس الربح.
لنفس الأسباب تاعت الجامعة وزيادة عليها حبة. كيف يعني نفس الأسباب؟ أنا عندي موظفين بيشتغلوا في المصنع، الموظف برضو بني آدم يعني مش جماد، ويتأثر كما يتأثر الطلاب وزوار الجامعة بالمناظر. فإذا المكان اللي هو فيه فيوش ولا نبتة ولا وردة ولا شجرة، نفسيا ممكن يتأثر سلبا، وعلى الأغلب بتأثروا سلبا كثير من الناس، ليس كل الناس وليس جل أن يعني، بس يعني بصفة عامة بتأثروا سلبا. لما يكون فيه شوية مية، شوية شجرية، شوية ورد، لما بطلع بدخل له سيجارة وبطلع يأكل سندويشي، يلاقي له هيك شجرة تحت فيه، كرسي جنبه شوية ورد، نفسيا برتاح. الآن الموظف العامل الأوبريتور بالمصانع بنسميهم أوبريتورز، لما بكون مهندس، إن شاء الله بتصيروا مهندسين، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب. برضو الناحية النفسية له مهمة، إنتاجه بكون أفضل لما يكون نفسيته مرتاحة، فبالتالي ما تروح تعمل له أشياء زي هيك. فالناحية النفسية للموظفين جوا المصنع مطلوبة إن تكون إيجابية، فبتحسن لهم اللاندسكيبينج تاع المنطقة اللي هو فيها تاع المصنع، تحط له زريعة، شوية مناظر وما شاكل ذلك. هذا لا يتميز به المصنع عن الجامعة. بس في سبب ثاني برضو بقدر هاي الأهمية بحطوا فيه الزريعة عشانه. هل مشان الـ CO2 دكتور؟ هلا كم وردة بالجامعة هون بده يحسنوا لك الـ CO2 ليفل اللي احنا بنتنفسه؟ يا دوب غابة زي غابة الأمازون تتعمل إفكت زي هيك. الشركات اللي بدها تيجي على المصنع. Good try بس no. نعم يا عادل. عادل احكي. قلت أنا الشركات. ما فهمت شو شركات مبتدأ، شو الخبر؟ اللي بدها تيجي على المصنع. ما هو حكينا. بني آدم بده يجي، شركات أصدق يعني زباين يعني؟ أو بدها تتعامل مع المصنع تشتري أو ماشي يعني بيشوفوا منظر كويس، بس هم بيجوا عشان السعر، ما بيجوا عشان المنظر، بيجوا عشان السعر والكواليتي. طيب هاي بدها بعد نظر الإيجابي اللي بدي احكي لكم اياها. الصناعات الكيميائية، احنا مهندسين كيماويين نشتغل بصناعة كيماوية. هلا الصناعات الكيميائية متهمة انها ملوثة للبيئة وانه بتخرب الدنيا، وبالتالي جيران اي مصنع بنتج كيميكالز دائما موسوسين انه هذا المصنع بيطلع بولوشن، بيلوث البيئة وما شاكل ذلك. الآن تخيل لو هذه الأفكار التي تدور في أذهان الناس ترافقت مع إنه فيش ولا نبتة حوالين المصنع، شو بصير التهمة؟ إنه فعلاً المصنع هيك. إنه المصنع اتطلع ولا حتى عشبة فيه حواليه، إنه يعني كأنه المصنع هو اللي قتل النبات اللي حواليه، هو بيكون منطقة صحراء فيهاش نباتات أصلاً، فطبيعي يكون فيش حواليه نباتات. ومع هذا بتلاقي المصنع بروح بزرع وبصرف فلوس وبجيب مية وعمال زريعة وجنايني وبستنجي ومش عارف إيش عشان يحطوا مناظر طبيعية زراعية، طبيعي زراعي يعني جوا المصنع وحوالين المصنع، بالذات حوالين المصنع، يعني جوا المصنع انسى بس حوالين المصنع، لأنه بدهم جيران المصنع يشوفوا إنه في حياة، في حياة طبيعية موجودة. وبالتالي إذا حدا بده يتهم المصنع إنه هو بلوث البيئة ويستدل على ذلك إنه فيش ولا شجرة أو شجيرة أو عشبة أو وردة طالعة حواليه، بده هذا الكلام يحيده، وعشان يحيده بده يطرهو اللي يزرع ويحط فلوس عشان بس سمعة الصناعة، المصنع تاعه والصناعة بشكل عام، بس هو بهمه سمعة مصنعه إن تكون من هذه النقطة ما في إشاعات تدور حوله. ويا ما شفتوا أنتوا أفلام
يا ما شفت أفلام أمريكية وغيره كيف بتكون التربة ملوثة حول مصنع معين أو المياه ملوثة حول مصنع معين وما شاكل ذلك. فإذا اللاندسكيبينج بهمنا. هلا الأرض لما بتكون تربتها صحراوية بتطلعش فيها زريعة طبيعي، بدك تضطر شو تسوي؟ تجيب قلبات فيها تربة زراعية وتخلط هاي بهاي، عندك تدفع فلوس عشان تحسن المنظر العام. هذا بالنسبة لاندسكيبينج إنه بشكل عام له علاقة في المنظر. لاند بريباريشن مش مالوش علاقة في المنظر، إنه علاقة يعني تزبيط الأرض بحيث إنه أعمل عليها منشآت. يعني إذا عندي جبل بدي أكسر الجبل عشان أسوي الأرض مستوي على سبيل المثال. هون بعمان مثلاً أرضها جبلية بشكل عام، لما الناس ده تعمر بتلاقي بقص الجبل عشان يعمل فيه مساحة عشان يطلع فيها بعمارة بزاوية قائمة. فبالتالي topography of land بتأثر على اختيار الموقع التفصيلي. في موقع بده شغل، في موقع بدهش شغل كثير. يعني الأرض الجبلية بدك تقعد تكسر فيها، الأرض المستوية عديت مرحلة إنك تسوي الأرض على مستوى واحد إذا لازم ذلك. الفاكتور رقم اثنين في موضوع السايت موضوع السويل ستركتور، نوع التربة. هلا بتلاحظوا بتسمعوا أبياتكم أعمامكم إخوالكم يعني الكبار لما بيسولفوا مع بعض، لما واحد بده يشتري أرض عشان يعمر بيسأل صاحب الأرض أو الوسيط اللي بده يبيع الأرض وتفر، الصخر قريب ولا بعيد؟ في صخر ولا ما في صخر؟ شو علاقة الصخر وقريب وبعيد في العمار؟ صار عشان يحفر الساسات وكذا زي هيك. يعني هو بده يحفر، ليش بحفر؟ عشان يحط الساسات. طيب. عشان يرفع الدار عليه. يرفع الدار. طيب وإذا كان أصلاً الأرض صخرية يعني بلاطة، بحفر في الصخر؟ دكتور كل شيء سهل هسه. إذا كان البلاط يعني بلاطة معنى آخر صخر على وجه الأرض، ما بيحفره. هو لما بيحفره بحفر عشان يشيل التربة اللي على الوجه وينزل للطبقة الصخرية اللي تحت. معظم الأرض عندنا بشكل عام بلادنا هون إذا بتحفر لك متر أو مترين بتلاقي بتضرب صخر. كثير مرات إذا بتلاحظوا في الأوتوسترادات لما بيكونوا حافرين جبل عشان يمدوا طريق بيكون جنب الجبل مبين التراب لوين واصل. إذا بعضكم منتبه ترى كمهندسين بدك تصير تنتبه على كل شيء حواليك. في حدا منتبه على لما تروح من هون لعمان بعض المناطق ثغرة عصفور ما ثغرة عصفور كذا تلاقيهم قاصين الجبل عشان يمدوا الشارع. فلما قص الجبل تلاقي بتلاقي القشرة الفوق دكتور تراب والتحت زي كأنها متجمدة صخر صخر. هلا طبقة التراب قديش سماكتها؟ يعني دكتور بحدود نص متر تقريبا. بحدود نص متر صحيح. طيب أهل إربد هون إذا حدا منكم من الصريح، مين فيكم من الصريح هون؟ ولكم أهل الصريح جماعة أوادم يعني جماعة كويسين وطيبين بنكتوا عليهم الناس بس هم جماعة طيبين وأوادم وأمينين. بلاش بغض النظر في حدا من الصريح ولا لا، أرض الصريح أرض حمراء تحفر فيها يمكن 10 متر لتحت بتضربش صخر. طيب شو يعني منعمرش إذا ما ضربناش صخر؟ لا منعمر، بس إيش بدنا نسوي عشان نعمر؟ أساسات. بدنا نعالج الأرض، بدنا نحط أساسات بدها تكلفنا أكثر. لما يكون الأرض منحفر نوصل الصخر أو الصخر على وجه الأرض ساعتها البريباريشن عشان العمار، مش البريباريشن على تسوية الأرض لا، عشان العمار اللي هو له علاقة في السويل ستراكشر. التربة الحمراء بتشرب مي، بتلاقيها بالشتاء بتنفش وبالصيف بتكش. أحد أسباب شارع إربد الحصن قد أيام زمان إنه كان طحبش حالته حالي، مش إنه مكسر طلوع ونزول، يعني السيارة بتصير تنط وهي ماشية عليه إذا بتسرع شوي صغيرة، لأنه التربة اللي تحته بتضلها تتمدد وتتقلص. وحضرات مسوين الشارع من غير ما يعملوا معالجة للتربة اللي تحته أو مش عاملين معالجة كفاية.
فلما بدنا نمد طريق بتلاحظوا مش بجيبوا البيس كورس وبدحلوه وكذا إلى آخره. لما تكون الأرض من النوع اللي بتنفش وبتكش بصير بدها بيس كورس كمية أكبر بحيث أنه يصير في وزن عليها بحيث أنها ما تنفشش وتكش بحيث أنها تأذي ما تأذيش الشارع. Soil structure، فلما بدنا نعمر ما نعمرش على أرض رملية لأن الرمل متحرك، نحط أساسات. فاللي بده يحفر كثير ويحط أساسات كثيرة بتعرفوا لأنه الأرض ما بتتحمل، غير عن الأرض الصخرية بتوفر علي في العمار. لما بدي أحط كومبريسور هيفي ديوتي على قاعدة إسمنتية مسلحة، وتحت القاعدة الإسمنتية المسلحة مثلا الأرض رملية، غير عن لما تكون الأرض صخرية، ساعتها بكلفني أقل في عملية العمار. طيب هذا كله تابع لما يسمى السويل ستراكتشر. الفاكتور اللي بعده الكوست اوف لاند، وهذا ذكرته أحلام على ما أظن. نعم الأرض لها تكاليف، مثلا جوا مدينة الحسن وبرا مدينة الحسن. هون مدينة الحسن الصناعية جنب الجامعة، جوا مدينة الحسن الدنم قبل فترة من الزمن كان بـ 30,000، اطلع برا السور بعد لك 500 متر بتنزل من 30,000 ل 20,000 ويمكن 15,000. هون جوا المدينة سعر غير برا المدينة. هلا ننسى ليش وما ليش والأسباب، بس واقع الحال الكوست، وإحنا بعدنا في نفس المكان، يعني الفرق 500 متر بيناتهم نفس المكان. الكوست أوف لاند في المناطق اللي بتيجي على البحر عندنا ما منلاحظهاش كثير لأنه بحرنا يدوب واسعنا. في البلاد اللي سواحلها كبيرة يعني طويلة زي ليبيا عندهم حوالي 2000 كيلومتر على البحر، الجزائر نفس الشيء، عمان اللي بتفكروها جاي بزاوية جزيرة العرب هاي عندها فوق 2000 كيلومتر على البحر. فهاي الشواطئ مية البحر مجاورة لها مباشرة، طبعا شط مية البحر بتعمل كروجن، فالمباني اللي بالقرب من البحر الكروجن ريت فيها أعلى من إذا بتبعد عن البحر 500 متر ولا 1000 متر لجوة. بس في المقابل انت على البحر فيك تحط لك مرفأ والسفينة بتنزل عندك، بتنزل بضاعة بتطلع بضاعة، اسيومي انه انك ماخذ تراخيص لمثل هذا الامر. المهم الشاهد هون ان الكوست اوف لاند بيفرق مرات بين 100 متر بيفرق السعر. البعد النظر space for future expansion، انت لما بتعمل مصنع الأصل الواحد لما بيعمل مصنع عينه على النجاح ولا على الفشل؟ على النجاح. على النجاح. اللي عينه على الفشل في منهم بيكون عينه على الفشل، بيكون بده يضرب ضربة ويلم له قرشين ويفك ويهرب قبل ما يعني الحكومة تمسكه في مخالفات، يعني بده يخالف بيئة وإلى آخره، يقول لك أنا بكون لميت لي لمة وبدير ظهري وبشيء وبفك. هذا لا يقاس عليه. أنت بدك تقيس على أنك أنت باقي وباقي للنجاح، والنجاح جزء منه التوسع. تلاقي بيفتح الواحد دكاني بصير عليه رجل، شو بيسوي بعدين؟ بيفتح له مثلا بيكون بجسمه بغرفة بصير بغرفتين هو هيك. أيوة بأخذ المحل اللي بحده مظبوط، وإذا نجح بزيادة بأخذ المحل اللي وراه شوي صغير بصير سوبر ماركت أو whatever. بينما اللي مش ناجح بيضلوا على قده صغير ويمكن يندفر حتى ويسكر. هلا احنا لما بنعمل مصنع عيننا على النجاح. النجاح في كثير من الاحيان يعني التوسع. هلا اذا انا بدي اشتري ارض على قد المصنع اللي انا ناوي انشئه وصار في عندي نجاح كما انا متوقع وبدي اتوسع، اذا انا مش حاسب حساب اني بدي اتوسع، مش حاسب حسابه من البدايات ورحت اشتريت أرض ضيقة على قدي بالضبط على قدي بالضبط، إذن عندي مشكلة لما بداجي أتوسع الأرض مش واسعيتني. مش مشكلة باخذ الأرض اللي بحدي. طب إذا الأرض اللي بحدك معمرة ومن الجهة هاي والجهة الثانية معمرة والجهة الثالثة معمرة والرابعة هي الشارع، معناه أنت حاشرت نفسك بين ثلاث جهات ما فيك تتوسع فيهم. بدك تكون حذر في موضوع انك هل يوجد لديك سبيس في هذا المكان في هذا السايت فور فيوتشر اكسبانشن ولا ما في. اذا ما في يو بيتر لوك فور انذر سايت
في نفس الجنرال لوكيشن which has the potential انك to expand in the future. طيب الفاكتور اللي بعده corrosion effects on plant structure or equipment. علقت عليها قبل شوي صغيره, قلت اللي مجاور للبحر بس يكون عنده corrosion, الكوروجن اعلى من لما تبعد شوي صغيره لجوه. ترى شوي صغيره مش انك تبعد يعني عشرات الكيلومترات, لا بكفي 500 متر مرات بتخلي الكوروجن ريت ينزل لل 10%, يعني من 100% whatever the rate is بنزل للعشر. فبس لانك بعدت حوالي 500 متر ولا 200 متر بعيد عن البحر الى الداخل. فبي كيرفول في موضوع الكوروجن بالنسبه للاماكن المجاوره للبحار. هلا في بعض الاماكن بتكون التربه نفسها كوروزيف, بتكون تربه مالحه, يعني مثلا التربه جنب البحر الميت مالحه. فبالتالي وين كنت انت مش على البحر وبعيد عن البحر شوي صغيره, بس اذا التربه مالحه لما بتحفر وبتاسس وبتعمر بصير الاساسات بتتاكل بسبب الملوحه. طبعا هذا له علاجات, مش انه ما له علاجات, بس كل شيء اسمه علاجات معناها زياده في الكوست. واحنا الهدف من كل مواضيع الفاكتورز هاي تاعت البلانت لوكيشن انك تخفف الكوست على نفسك. فاذا انا فيني ابعد لي 200 متر واخفف الكوست على حالي بابعد 200 متر ما عندي مشكله. الفاكتور اللي بعده موضوع الليبر سبلاي فيرسز اللوكيشن. انت بدك تعمل مصنع بدك بالاخير موظفين, بين عمال بين مهندسين بين اوبريتورز بين اداره بين عمال نظافي whatever, بدك ليبر. هلا بدك تطلع الليبر فيرسز لوكيشن فيرسز لوكيشن, بدك تسال السؤال هل في ليبر ولا ما في ليبر, availability ونوع الليبر, هل هي سكيلد ليبر ولا بس عمال. سكيلد يعني فنيين, يعني المهندس يعتبر فني, يعني انه سكيلد عنده قدرات هندسيه. اوبريتور بيعرف يشغل, حداد نجار معمرجي الى اخره. هلا في بدك عضلات, بس العضلات عاده متوفره في كل مكان, اي مكان في العالم اللي تلاقي فيه عضلات. عضلات يعني شيل حط اللي هو يعني اسمه عضلات, عامل بمعنى زي عمال النظافه, العمال اللي بيشتغلوا في الشجر في بلادنا اقل ما فيها لانه بيكونوا مش خبراء بالشجر, اللهم تعطيه تعليمه هو بينفذ. ولا في بعض البلاد الاخرى لا, يكون اللي عم بيشتغل بالشجر عنده شهادات في الموضوع هذا, مش حي الله واحد بيشتغل. بس حتى هذا اللي عنده شهادات بتلاقي تحت ايده بيشتغل ناس معهم لا شهادات ولا ما يحزنون. يعني بتقول له قص لي الشجره هاي, اوكي بقصها, نظفهم بنظف, مش ضروركم متعلم عشان بلاش قص الشجر بجوز بده شويه خبره, بس التنظيف ما بده خبره, يعني بده الشهاده انه والله بيعرف يكنس أو بيعرف يلم كياس زبالة ويكبها في الحاويات, هاي ما بدها علام. شوف قص الشجر استثنيته شوي لأنه إذا بده يستخدم أدوات زي منشار في القص, إذا مش متعلم على المنشار كيف يستخدمه ممكن يدي حاله. دكتور بدك يكون عندك إيش اسمه الشجر وين راح تقع كمان. أيوة هاي عندك جزء. نعم هذا جزء من عملية قص الشجر, وين الشجر بدها توقع. ويا ما شفتوا أنتوا بعضكم على الأقل على بعض التلفزيون كيف بنكتوا على هذول الناس اللي بقص الشجره بالاخير توقع بيته, حضرته مش عارف وين توقع الشجره بس قص والسلام. فبالتالي حتى قص الشجر بده فن. فاذا بده فن يعني بده سكيل ليبر. فبالتالي بدك جميع انواع الليبر من حيث العضلات الى اللي بيعمل ويلدينج الى الاوبريتور الى المهندس الى الاداري. بدك واحد يمسك حسابات, بدك محاسب, واحد محاسب يعني يكون دارس محاسبه, يعني بدك ناس متعلمين بمعنى اخر. فبدك تتحدث عن تنظر في المكان اللي انت possibly انك تعمل المصنع فيه, هل فيه ليبر بالمستوى المطلوب من حيث الكفاءات, افيلبل ولا مش افيلبل, الباي سكيل قديش بندفع لهم عادة, اوكي هل هم بيدفعوا مثلا اجور شهرية اسبوعية باي ويكلي يعني كل اسبوعين مرة, والليفل رواتب عالية رواتب متوسطة رخيصة, من مكان لمكان بيفرق.
يعني على سبيل المثال خذ عندنا في الأردن خلينا نتحدث عن جنايني، واحد بيشتغل في الحديقة وهي من أبسط المهن. أوكي. في إربد بأخذ زي عمان؟ لا، مع أنه إحنا نفس البلد، مين بأخذ أكثر؟ عمان دكتور. اللي بعمان بأخذ أكثر. طيب نيجي الآن نرفعها حبي لفوق، مهندس كيماوي بده يشتغل في إربد، مهندس كيماوي بده يشتغل في عمان، مين راتبه أعلى؟ حسب أي شركة؟ بشكل عام بعمان دكتور. هلا الأردن حالي خاصة بجوز يطلع تأربد راتبه أحسن، بس لا جنرالي بعمان راتبه أعلى. هلا بجوز ما يكونش أعلى بكثير، أوكي، بس يعني رواتب إربد أقل من رواتب عمان. أجور إربد، أجور الطبقة العاملة سواء كانت سكيلد أو مجرد ليبر في إربد أقل من عمان. أقول لكم عمان أعلى رواتب في الأردن كله، صحيح هاي الجملة ولا مش دقيقة؟ دكتور إحنا نحكي بشكل عام صحيح. قلنا دقيقة ولا مش دقيقة؟ مش دقيقة. ليش مش دقيقة؟ لأنه دكتور إلا في استثناءات، يعني إلا في شركة بعمان تختلف عن شركة برا. لا، هذه أنت جاوبت الجواب أولاني صحيح، بس التسبيب التبرير إله لا. أو فاهم مش عارف فاهم. لا أنا فاهم عليك، أنت بتقول في استثناءات، لا هي مش استثناءات. أضرب لك ليش مش مين رواتب المهندسين أعلى في عمان؟ طبعا بدنا نتحدث بشكل عام، ولا في العقبة؟ بتوقع في عمان. لا، في العقبة أعلى. ليش في العقبة؟ الدكتور بوصل للعقبة أصلاً قبل ما يفوت على الأردن. ليش في العقبة بشكل عام أعلى من عمان؟ كل الرو ماتيريال الدكتور بتوصل للعقبة بعدين تفوت على الأردن. شو دخل الرو ماتيريال؟ احنا نتحدث الآن على على الليبر والسكيلد ليبر. دكتور العقبة منطقة سياحية. شو دخل السياحية بالسكيلد ليبر؟ ممكن الأجور فيها أعلى والمصاريف الحياة هناك أعلى من عمان. لا، المصاريف في عمان أكثر من عقبة. دكتور الصناعات بالعقبة أكثر. طيب بالعكس، لما تكثر الصناعات المفروض الأجور تقل. الجواب أمام عيونكم. دكتور اللي هو ممكن الأيدي العاملة الخبير يعني مش متوافر كتير بالعقبة. أيوة، ضروري يدفعوا أكثر يعني. نعم، الـ availability، أهل العقبة محدودين عددهم، أهل يعني سكان المنطقة الطبيعيين اللي موجودين هناك عددهم 1-2-3-4 whatever. المهندسين والمحاسب والإداريين والفنيين، لحيم، كهربجي، whatever، كله جاي من برا. طبعا في من أهل العقبة جزء، بس الجزء الأكبر جاي من خارج المنطقة. كونه جاي من خارج المنطقة، ليش بده يروح على العقبة أصلا يشتغل هناك بعيد عن أهله؟ ليش الناس بتروح على الخليج بتشتغل؟ مرتبات أعلى. ليس فقط لأنه في شغل، في هذا هسه لأنه في شغل، في شغل بس سابقا، مش بس لأنه في شغل، لأنه كمان الراتب أحسن. طب ليش الراتب أحسن هناك؟ عشان ما في ناس كتير. لأنه ما في ناس كتير. نعم، ما في ناس كتير، فبضطر يدفع زيادة. صاحب المصنع بضطر يدفع زيادة عشان يجيب عمال وموظفين. يعني افرض أنت هون ساكن في إربد وصحت لك شغل في إربد ب 300 ليرة، وصح لك شغل في عمان ب 350، وأنت أهلك في إربد، وين بتشتغل؟ بإربد دكتور. بإربد، أوكي. بس صح لك شغل مثلا على الحدود العراقية 700 دينار، وبإربد ب 300-350، وين بتروح؟ على الحدود العراقية. على الحدود العراقية على الصحراء، وإن كان يعني منطقة حدودية يعني لا فيها خدمات ولا ما يحزن، بتروح على الجفر حتى. هاي الناس عم بروحوا على السعودية على نص الصحراء بيشتغلوا، لا خدمات يعني بنص الصحراء. يعني صحيح في مكيفات و يعني بيهيئوا لهم الوضع، بس في المقابل العيش صعب. بني آدم بيحب وجود بني آدم معه،
فلما يكون ما في إلا العمال حواليك اللي أنت ليل نهار وجههم بوجهك، فبصير مزعج العمل هذا. وعشان هذا الإزعاج يعالجوا لك إياه، بيعالجوا لك إياه طب ندفع لك زيادة، فبترضى بالبدايات. بعد فترة من الزمن بتضطر، مش بتضطر، بتدخل فاكتورز أخرى غير الليبر سبلاي اللي ندخل فيها، اللي هو رقم 12، من أجل الحديث عنها لما نوصل لرقم 12. طيب إذا البي سكيل بدك تطلع عليه. العقبة مثلا رواتب المهندسين أعلى، إربد رواتب المهندسين أقل. فبصير أقول والله إذا أنا بدي مهندسين كثير أوكي، ومش مضطر أفتح في عمان أو العقبة، لا والله بفتح في إربد لأن الرواتب أقل والفنيين أقل على سبيل المثال. طبعا هذا الفاكتور فاكتور مش رئيسي، هذا فاكتور فرعي. تذكروا الفاكتورز الرئيسية الرو ماتيريالز والماركت. في حال تساوي هذول التو فاكتورز تبدأ عاد تطلع على الفاكتورز الثاني وتعمل مفاضلات. في من الأشياء اللي لها علاقة في بالليبر versus location، اللوكيشن مقابل الليبر. في إشي اسمه قوانين الدولة بالنسبة ل number of restrictions on number of hours worked per week. في بعض البلاد وزارة العمل تتدخل على كم عدد الساعات اللي العامل يشتغلها في الأسبوع. في بعض البلاد بقول لك مثلا 40 ساعة في الأسبوع. 40 ساعة في الأسبوع أنا يعني إذا بقسمهم على 5 أيام عمل مثلا يعني بيطلع لي 8 ساعات في اليوم. يعني أنا بديش أشغل عمالي 8 ساعات في اليوم، بدي أشغلهم 12 ساعة. 12 ساعة في 5 أيام بيطلع 60 ساعة. 5 في 12 60. تيجي وزارة العمل يقول لك لا أنت مخالف، أصلا نفس العامل بيشكي عليك لأنك أنت مشغله عدد ساعات كثير. فأنا كصاحب عمل كصاحب مصنع بيهمني أشتغل في مكان القوانين فيه أقل ما يمكن، لأنه بتعطيني حرية أكثر في الشغل. فبالتالي إذا two locations، واحد بسمح لك تشغل الشيفت 12 ساعة وواحد بسمح لك تشغل الشيفت فقط 8 ساعات، مين أنسب؟ فاهمين شو يعني الشيفت أول إشي؟ آه دكتورة هذا مش فاهم بينكم شو يعني شيفت؟ يعني المناوبة، يعني يجي هذا يفوت يجي هذا. يعني في الصناعات كثير من الأحيان نشتغل 24 ساعة في اليوم، يعني على مدار الساعة. أنت كواحد كبني آدم تشتغلش 24 ساعة، بتشتغل عدد ساعات معينة بعدين بتفل. الشائع في العالم لل 24 ساعة نظامين، يا يعني نظام 8 ساعات ساعتها بدك 3 شيفتات في ال 24 ساعة 3 مناوبات، أو نظام الشيفتين 12 ساعة 12 ساعة. مين الأوفر؟ 12 ساعة طبعا. ليش أوفر؟ لأنه بحتاج بس شفتان، يعني بحتاج موظفين بدأ نفس المكان. طب بس أنا بدفع للعامل مثلا 10 ليرات على الساعة، لما بشتغل 8 بدفع له 80، بس عندي 3 شفتات بطلع 240 ليرة. وإذا اشتغلت شفتين 12-12 برضو دفعت 240 ليرة. بس لا دكتور بفرق أنه لما يزيد عندك شخص، الشخص هذا بده مصاريف ثانية. زي يعني زي بده ضمان وبده شغلات زي هيك وبده أجور نقل وما نقل، الضمان الاجتماعي وأجور النقل التأمين الصحي، في تبعات بده شيوخ له كذا شغلات زي هيك، في تبعات وليس فقط الراتب لحاله. فبالتالي أنا كصاحب عمل لما يكون عدد الموظفين أقل وإن كان الشفت مدته أطول وبدفع له أوفر تايم يمكن حتى أوكي، بضل أوفر علي لما يكون عدد الشفتات أقل. في كمان شغلة ثانية أنتم صعب تعرفوها، لما يكون عندي 3 شفتات لما بيخلص الشفت بيجي بالشفت اللي بعده بده يستلم، في شيء بيسموه الهاند شيك، سلم مستلم. هاي الهاند شيك بتضيع حوالي نص ساعة شغل بالحد الأدنى، لما اللي قبل بده يضبضب ويطلع واللي بعد بده يجي، اللي من قبل لازم يسلم، اللي القديم بده يسلم الجديد، الشفت الأول بده يسلم الشفت الثاني. هاي الحركة سلم مستلم فيها ضياع ساعات عمل. فهاي لما يكونوا شفتين أنا بضيع عدد ساعات عمل أو دقائق عمل أقل من لما يكونوا 3 شفتات. هاي بالنتاتيف يعني. فهاي مرتبطة بالقوانين، شو بتسمح لنا القوانين. Competing industries and turnover rates of labor. المفروض أتوقف هون، لا خلينا نكمل على الأقل نكمل الفاكتور هذا. طيب Competing industries and turnover rates of labor. مرة واحد صاحب مصنع
بقول لي ما بنلحق نعلم العامل تاعنا يشتغل في الحديد، ما بنلحق يصير يفهم الشغل عندنا ويشتغل، ولا هو تاركنا. فأقول له طبعا بده يتركك، لأنه أنت بتدفع له مثلا راتب قليل، بتعلم عندك، بروح عند جارك بدفع له راتب أعلى، بيجي متعلم بدفع له راتب أعلى منك وبستفيد منه، جاي جاهز. عندنا مثل شعبي بيقول مشترات العبد شو كمالته؟ طيب أعطيكوا هنت هيك عمي، لما تشوفوا واحد بيضرب أمثال كثيرة من أمثال الشعبية في بلد ما أو عالمية، إنه صار ختيار. فأنا بعزر على حاجة لما بحكي لكم في الأمثال. بس يلا الله مين بحكي لك أمثال أكثر، ستك، جدة، جدتك، أشياء زي هيك، أبوك يمكن. فالمهم في عنا مثل عربي، مثل شعبي حتى، مش عربي، مثل شعبي، إنه يقول لك مشترات العبد يعني اشتري العبد ولا تربايته. أوكي، ولا تربايته يعني جيبه جاهز للعمل، ولا تقعد تعلمه وتربيه لأنه بشيبك، ما بصير جاهز إلا أنت يعني جبت عشان تجهز العامل للشغل. فهذه بيسموها competing industries، إنه they are competing for the labor. الكومبيتيشن هون مش على موضوع المنتجات، ولا الحديث عن الليبر، فبدأ تشوف competing بالنسبة للليبر. يعني أنا عندي مثلا ليبر، جزء من الليبر اللي عندي ناس تعمل ويلدينج، أنا شغلت مش الويلدينج بس، جزء من الصيانة عندي بده يكون واحد بفهم بالولد، فبروح بعلمه وبتمرس عندي، ما بقعد سنة سنتين ثلاثة صار متمرس وخبير، ولو تاركني أنا مش مصنع ويلدينج بس بدي واحد بفهم بالويلدينج وعلمته تركني، بدي أجيب واحد ثاني خريج المدرسة الصناعية وقعد علم فيه. ليه؟ لأنك بدك تدفع زيادة. فبالتالي بدك تطلع على هل في competing industries بينافسوك على العمالة الفنية اللي بدك إياها، هاي واحد. اثنين، في البلاد اللي فيها وزارة عمل تشوف شغلها صح، بيطلعوا داتا، معلومات، إشي بيسموه turnover rates of labor. يجي بقول لك والله المهندس الكيماوي في ولاية نيويورك في أمريكا بيجلس بعد ما يتخرج من الجامعة ويتوظف بيظلوا في نفس الوظيفة لمدة 3 سنوات إذا اشتغل في صناعة الغذاء. إذن فهمنا إنه في صناعة الغذاء في ولاية نيويورك التخصص هندسة كيميائية، أول ما يتخرج ويتعين في مثلا مصنع للغذاء بقعد له 3 سنين. من وين جابوها؟ في عندهم إحصائيات. هلا أنا كمصنع بدي أعمل مصنع في نيويورك بقعد 3 سنين، بس مثلا في كنتاكي مش عارف بولينج غرين في كنتاكي بقعد مثلا 6 سنين قبل ما يغير وظيفته. بصير أنا إذا فتحت في بولينج غرين في كنتاكي أنا بضمن، بسبب بضمن بمعنى أتوقع إنه الموظف هذا النوع من الوظائف من الموظفين أو العمال أو المهندسين بيضل معي مدة أطول، بينما إذا رحت فتحت في نيويورك بعد سنة سنتين بتركني معناها أنا بدرج على المربع الأول في الخبرات تاعت الموظفين اللي بيشتغلوا عندي. فهاي معلومات في البلاد اللي فيها وزارة عمل بتشوف شغلها صح، من الأشياء اللي بيلموها كمعلومات بيشوفوا كم التيرن أوفر ريتس، يعني بمعنى آخر كم نوع معين من العمال الفنيين مثلا كم بيجلس في الصناعة الفلانية مدة من الزمن قبل ما يغير وظيفته. Skill and productivity. هون نضطر ندخل في يعني فيها نوع من الحديث عن الناس، عن الجنسيات. طبعا هاي مش واضحة كثير عندنا في الأردن، هي واضحة بس مش كثير، بس هي أوضح في الخليج. ليش أوضح في الخليج؟ لأنه الخليج الليبر اللي في الخليج كوكتيل من الهند وباكستان والفلبين والأردن ومصر وسوريا وشمال إفريقيا، جزائر، تونس إلى آخره، والسودان. وكل ليبر من هذول، لما أحكي ليبر مش عمال يعني بالضرورة، عامل يعني يشيل على ظهره، مهندس يعتبر ليبر كمان. في إشي اسمه سكيل، مهارات، وفي البرودكتيفيتي، الإنتاجية تاعته. لاحظ عندنا في الأردن هون عبلادنا ندخل، بقول لك إذا بدي أجيب عمال في العمار بتجيب أي جنسية؟ بتجيب أردني ولا بتجيب مصري؟ مع احترامنا لأهل مصر،
بس لأنه إنتاجية العامل